بسم الله الرحمن الرحيم، معكم صابر السعدني. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة درس جديد إن شاء الله، والدرس النهاردة هيكون عن برنامج تصوير الشاشة وعمل شروحات. هما بصراحة طلب برامج، فبدل ما أعملهم في فيديو واحد ويبقى الفيديو طويل، لأن فيهم برنامجين مجانا بيشتغل على لينكس فقط، وبرنامج بيشتغل على لينكس والويندوز. فأنا هشرح الأول البرنامجين اللي بيشتغلوا على لينكس عشان الناس اللي شغاله معانا على لينكس ومتابعه، والدرس بتاع البرنامج الاخير اللي هو بيشتغل على لينكس والويندوز هخليه اخر حاجه ان شاء الله. فاحنا دلوقتي معانا ثلاث دروس منفصلين عن برامج تصوير الشاشه وعمل شروحات. الدرس الاول معانا هو ابسط برنامج فيهم، اسمه كازام. هنكتبه كده في المتجر KAZAM، هيعمل لي بحث. هو جابه، بدوس عليه واسطبه عادي، ادوس وادخل الباسورد هيتسطب معايا. هو ده شكل البرنامج. هنا زي ما قلنا ده الغاء التثبيت، هنا لانش تشغيل. هقفل المتجر. ده البرنامج اللي انا هشتغل عليه. برنامج بسيط جدا، وانا بستعمله في شغل كتير وشروحات كتير جدا بصراحة. بس لما اكون عايز اتعمق اكتر او اعمل حاجه كبيره بخش على البرنامج اللي بعده او اللي بعده. هي جايين كده بالترتيب ان شاء الله. ده اقل امكانيات. الدرس الجاي هيبقى امكانياته اكبر شويه من ده. الدرس الاخير هيبقى امكانياته فظيعه لدرجه انك ممكن تعمل منه تصوير وبس مباشر وتظهر صورتك فيديو زي ما احنا هنشوف ان شاء الله. اول حاجه فول سكرين. لو الاوبشن ده متعلم يبقى كده هيصور لك الشاشه كلها، تمام كده. هنا ويندو، لو انت فاتح نوافذ بتدوس هنا وتختار النافذه اللي انت هتصورها، بيصورها لك هي بس وملوش دعوه باي حاجه حواليها. بختار النافذه وهو بيشتغل اوكي، هنشوفها ان شاء الله في الاخر. وهنا اريا، لما اكون عايز اصور منطقه معينه هصور المنطقه دي بس مثلا، اروح ساحب الكورنر واروح مصغر السكرين كده هيصور لي القايمه دي بس، هدوس انتر كده. لو بدأت تصوير هيصور لي المنطقة دي بس، مهما أعمل في الشاشات الخارجية مش هيأثر معايا في أي حاجة. هنا بيسجل لي الصوت من الميكروفون. طبعا لو عندي السماعات شغالة أو مشغل لعبة أو مشغل أي حاجة وعايز أصور الصوت بتاع اللعبة، بضغط على البوكس ده الصندوق ده، بعلم العلامة دي، بيسجل لي الصوت بتاع الفيديو اللي شغال إن كان برنامج تشغيل أو لعبة أو أي حاجة. هنا لو أنا معايا مايك بدوس هنا بتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي شرح مباشر، وبيصور لي الصوت والصوره من الشاشه زي ما احنا بنصور حاليا. ده بالنسبه للسكرين كاست اللي هو تصوير فيديو. البند اللي فوق ده سكرين شوت اللي هو صوره. باخد سكرين شوت صوره عاديه زي بتاع الموبايل كده، صوره ثابته مش فيديو ولا حاجه. هنا برضو نفس الاختيارات، هيصور لي الشاشه كلها ولا هيصور لي ويندو اللي هي شاشه لوحدها اللي هي النافذه لوحدها، او هنا الاريا، تمام. هنا هيصور لي الماوس او مش هيصور لي الماوس، تمام. نرجع تاني للسكرين كاست. هنا عدات ثواني، بحيث اول ما اقول له كابتشر ابدا تصوير هيعد لي عد تنازلي. لو انا مش عايز عد خالص اول ما ادوس هيصور مباشر ماشي. اخش هنا على فايل، اخش على الاعدادات. اعداداته بسيطه جدا. هنا الصوت السبيكرز اللي هو السماعات، الصوت الخارج من الويندوز. هنا الميكروفون بختار اللي انا عايزه. السكرين كاست عايزه كام فريم، 15 فريم ولا 24؟ افضل تسيبه على الديفولت اللي هو الاساسي بتاعه. هنا عايز اصور ام بي 4 ولا دبليو اي بي ام ولا اي في اي. هنا لو عايز البرنامج يسيف اوتوماتيك، اول ما بصور واقول له انهاء بيسيف اوتوماتيك. بروح معلم العلامه دي كده، هو سايف هيحفظ في الفيديوز. الفيديوز اي حاجه هصورها هتتحفظ اوتوماتيك. لو شلت العلامه دي اول ما خلص التصوير هيخيرني، هيقول لي هتسيف ولا هتكنسل. سكرين شوت تقريبا نفس الاعدادات. هنبدا هنا ايه، ممكن نصور الاول سكرين كاست. هنبدا هنا الاول لازم نعرف أوامر إزاي أصور وإزاي ألغي التصوير. دي الأيقونة دي ملناش دعوة، دي البرنامج اللي بصور عليه عشان ما ينفعش أصور على البرنامج مرتين في نفس الوقت.
ده البرنامج سكرين كاست، بدوس كليك يمين ستارت ريكوردينج، ابدا التصوير. هنا ايقاف مؤقت، هنا فينيش. لو انا صورت وعايز اخد ريست او اعمل حاجه، بدوس ايقاف مؤقت وبعد كده بكمل التصوير، وهنا فينش ينهي التصوير. الشورت كات بتاع البرنامج، ادوس على كنترول وزرار شعار الويندوز و ريكورد حرف الار، كده البرنامج بدا التصوير. ماشي، باجي ادوس كنترول شعار الويندوز حرف البي بوز، اعلم على ايقاف مؤقت. ممكن انا اعمل اي حاجه، اروح جايب مثلا عامل نيو امتي دوكيمنت، تمام كده المفروض مش هتظهر في الريكورد لان احنا كده موقفين التصوير مؤقت. هدوس كنترول شعار ويندوز بي تاني، بدا التصوير. كنترول شعار ويندوز اف فينيش، انهي التصوير. هنا كده بيقول لي انت نهيت التصوير، هتسيف ولا هتعمل تعديل على البرنامج قطع الفيديوهات ولا هتعمل ايه بالظبط؟ فانا اقول له هسيف كونتينيو في الفيديو. اوكي، هروح ادخل بقى كده دلوقتي زي ما احنا شايفين الفيديو ده، الفيديو اللي احنا صورناه دلوقتي، واخد بالك؟ شفت الملف ظهر ازاي؟ اما عملت ايقاف تصوير، بص هرجع كده، انا عامل ايقاف مؤقت للتصوير كده ظهر. اما شغلت بعد الايقاف المؤقت، هنا واقف التصوير. برنامج جميل جدا جدا وسهل ومفيش فيه اي مشاكل ان شاء الله. جربنا دلوقتي تسجيل فول سكرين اللي هي الشاشه كامله، هنجرب دلوقتي الويندو. فهنعمل ايه؟ هنفتح الدوكيومنت اللي احنا عملناه ونختار ويندو ونعلم عليها في أي مكان فيها ونبدأ التصوير. طب كده ممكن نصور، نسجل الصوت معانا كابتشر. نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. اختبار على التصوير، ونروح دايسين الشورت كات كنترول شعار ويندوز فينيش. هنا بيقول لي هتسيف، اقول له سيف، ارميها على الديسكتوب. تمام كده، ادي واخد بالك، سجل لي الشاشة فقط، ما جابليش حاجة من حواليها، الويندو بس اللي أنا شغال عليها. تمام كده، هجرب بقى دلوقتي تسجيل من اريا. اريا اللي هي المنطقة كده. انا على الديسكتوب، فتحت الديسكتوب وفتحت الملف اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، وهختار اريا وهبدأ تصوير المنطقة دي فقط. ادوس انتر عشان يسجل الاريا اللي انا عملتها، وادوس كابتشر. كده هو المفروض بيصور لي المنطقة دي، تمام كده. ادوس كنترول شعار ويندوز اف سيف على الديسكتوب. اوكي، ده الفيديو الثاني. واخد بالك، صور المنطقه فقط، يمين مختفي، شمال مختفي، تحت فوق مختفي.
نقفل نقفل. لا دونت سيف ونعلم ونروح حذفين. اعتقد ان كده البرنامج خلص الشرح بتاعه. هقفل ان شاء الله، والى اللقاء في الدرس الثاني من البرنامج الثاني اللي انا بسجل عليه حاليا. هعكس بقى، هخلي ده يصور، والبرنامج الثاني هبدأ عليه شرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.